في تعاون جديد مع الموسيقار ملحم بركات، والتعاون معه بحد ذاته بيكون حدث، لأنه كل الفنانين تحديدا الفنانات بيحبوا ياخذوا من ألحانه. خبريني عن هذا التعاون. تعاوني مع الموسيقار هذا مو أول تعاون، يعني كان بتعاون قبل في أغنية لو ألف مرة، وطبعا الكل يعرف يعني كان في لغط ومشاكل في هذه الأغنية فما عرضت بشكل لازم. فعلاقتي بالموسيقار غير طبعا أنه علاقة تلميذة الأستاذها، أنا أحبها جدا، يعني أحب الموسيقار، أحب فنه، في كيمياء مو طبيعية بيني وبينه فنية جميلة. أطلق تصريح ملحم بركات أثار ضجة كتير كبيرة لما قال بأنه صوتك هو أهم صوت بالشرق الأوسط. أثار ضجة طبعا لأنه موسيقار كبير. شوف بالنسبة للناس أنا بعدي فنانة شابة جديدة على الفن، مع أنه يعني شوف للحين يعني صار لي 5 سنوات أو 6 سنوات وأنا بعتبرها يعني أنه عمر. فأكيد بالنسبة لهم أنه دائما بالنسبة لهم لازم هذا الكلام ينقال على شخص عنده تاريخ أكبر فنيا أو وقت أكبر. فبس هذا الشيء لا يعني، يعني هو التصريح طبعا هذا هو كلامه، طبعا أنا أفتخر فيه وأفرح فيه جدا. بتوافقي الرأي؟ تعتبري حالك بأنه أجمل صوت؟ مليون قالوا محبة كتير بشذا أو انكية ببعض الفنانات. إذا انكية كان ممكن يختار أي فنانة ثانية يعني، أو يختار كل أسبوعين فنانة يعني، بس ليه يعني ليش بالضبط آني يعني؟ أكيد هو في يعني أكيد هو شاف إنه لا يعني ليه بده، ليه عنده هو مشاكل مع فنانات؟ والله اللافت بشخصيتك شذا، عندك صداقات بناس كبار مثل ملحم بركات وأحلام وغيرهم، وعندك بنفس الوقت كمان خلافات مع كمان ناس معروفين منهم إليسا، ميريام فارس وغيرهم، وطلعت وحكيت بكل صراحة لأنك قررت بأنك دايما تحكي الحقيقة. أنا دبلوماسية ولطيفة وحنونة وصديقة ومحبة مع المحب، بس مع قليل الأدب ما أقدر أكون غير قليلة أدب. ما أريد أقول قليلة أدب، بس على الأقل واحد بيسكت أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، بس في وقت من الأوقات ما تقدر يعني، بالأخير أنت إنسان وأنا إنسان، هلأ أكبر مني بعشرين سنة بستوعب وبحترم، بس بنفس الوقت ما تقدر أي واحد يعني تجي تكلمه بطريقة معينة ما تحترمه. أنا ما أقدر يعني، بالأخير هذه شخصيتي. اليوم مين الأهم بالخليج؟ نوال وأحلام هدول كخليج ما بنقدر، بس طبعاً تاني جيل في شذا حسون وميريام فارس ويارا. أوكي. مين أهم حالياً؟ ما في أهم، كل شوف ما أنا مثلاً متخصصة باللون، أنا خليجية عنهم. مين مطلوب أكتر؟ شوف أنا خليجية عنهم، أنا عراقية، فعراق وخليج أقرب يعني من 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 فنانة لبنانية مثلاً. ما بقدر أقول لك أكتر. هلأ كل فترة في حدا ممكن هالمرحلة. أنا شذا حسون اليوم عندك تاني تجربة تمثيلية، بتلاقي حالك ممثلة يعني تحملي هاللقب ممثلة؟ موهبة التمثيل أكيد موجودة، بس مو أكثر طبعا من موهبتي كغناء. يعني أنا أولا وأخيرا أنا إنسانة أغني، يعني ما مش يعني أنا لست ممثلة أبداً.